راديو نيل. سألتكم في بداية الحلقة اشمعنا يوم 14 مارس تحديدا هو اليوم العالمي للأسئلة أو الانترناشنال اسك كويستشن داي، عشان زي ما بطلة العالم أمنية بعتت لنا مسج على الهواء مجاوبة صح، النهاردة هو فعلا عيد ميلاد أينشتاين. ألبرت أينشتاين من أشهر العلماء في العالم كله، اتولد عام 1879 وكان يوم 14 مارس. أينشتاين طبعا ليه اكتشافات كتيرة جدا وليه كوتس أو أمثال كتيرة جدا جدا، من اللي أنا فكرها مثلا ليه هو كان من الناس برضو المهتمية وبتتكلم دايما عن قوة الخيال، وكان ليه كوت بتقول ان knowledge will take you from point A to point B, imagination will take you everywhere. المعرفة هتاخدك من النقطة ألف للنقطة ب، ولكن الخيال هياخدك في كل حتة في الدنيا أو في العالم. ليه برضو كوت تانية شهيرة بتأكد قوة الخيال وكان بيقول فيها a man with a wild imagination is much stronger than a man with ultimate knowledge. لو راجل عنده خيال خصب وخيال واسع هو أقوى بكتير من رجل عنده المعرفة الكاملة. وكان من الناس أو من الساينتس المقتنعين جدا بأن أي اكتشاف البشرية وصلت له كان بسبب خيالنا إحنا وجملة what if أو ماذا لو. واحد كان قاعد على الأرض نايم على ظهره وباصص فوق لقى عصافير طايرة معدية، قال يا سلام لو نعرف نطير فوق زي العصافير، راح حاطط جناحين كرتون ونط من فوق العمارة. خسرناه عباس بن فرناس، بس هو أول حد فكر في الفكرة وتخيل نفسه بيطير. عملنا إيه بعديها؟ عملنا الطيارة، وعملنا مكوك الفضاء، وعملنا سفينة الفضاء، وعملنا الصاروخ، وعملنا طيارات نفاثة، وعملنا حاجات كتير ابتدت بفكرة بخيال واحد أو خيال راجل مبدع. نفس الفكرة واحد تاني تخيل يا سلام ما ينفع نغطس زي السمك ونتنفس تحت المية زي الدولفينز وزي الحيتان وغيرها وكده، عملنا السوبمارين الغواصة، وعملنا السفن، وعملنا غيرها وغيرها. قوة الخيال لا يستهان بها، وده سبب رئيسي اللي مخلي، وقلت لكم قبل كده لما كنا بنحتفل باليوم العالمي للإذاعة، اللي مخلي الراديو مكمل لحد دلوقتي. الراديو بيلعب على خيال المستمع، بيلعب على خيال كل واحد فيكم، وده يمكن كمان اللي خلاني رهنت على خيال المستمع وعملنا الفقرة بتاعتنا اللي بتتعمل مرتين في الشهر وهي رعب في عز الظهر. يعني ايه تبقى ماشي في عز الظهر والدنيا شمس والدنيا نور وزحمة وكلاكسات، ويطلع مذيع لا انت شايفه ولا هو شايفك يحكي لك قصص مخيفة مرعبة من العالم التاني، وتبقى قاعد مرعوب في العربية عشان خيال حضرتك أقوى من أي إبهار ممكن تشوفه في السينما، عشان الإخراج بتاع مخ حضرتك والخيال بتاع حضرتك أقوى من أي برودكشن هاوس في الدنيا كلها. أنت بتتخيل شكل الوحوش، صوتها، التكستشر بتاع المكان كله، وأنت قاعد ماسك دركسيون العربية بتاعتك وسايق في مكانك. النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للأسئلة، وهسألكوا سؤال دلوقتي. في راجل معروف جدا على مستوى العالم قال مثل أو جملة في الصميم، قال إيه بقى؟ قال judge a man from his questions and not his answers. احكم على الرجل من أسئلته وليست إجاباته. مين اللي قال المقولة العبقرية دي؟ لو عرفت الإجابة ابعت لي مسج على الهواء على 1053 في اليوم العالمي للأسئلة، وهسألكوا أسئلة كتير، وكمان أي حد نفسه يسألني أي سؤال في الدنيا ابعتولي في فويس نوت على الواتساب بتاعنا أو في رسالة على 1053، هرد عليكم على الهواء على طول. مين اللي قال المقولة دي كمان مرة؟ احكم على الرجل من أسئلته وليست إجاباته. بنحتفل النهاردة باليوم العالمي للأسئلة.